السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليك كوك، معكم مريم بركات. اليوم سوف أريكم طريقة تحضير سكر دونتيل أو الشيك دونتيل أو بالإنجليزية الشوغر ليس، وهي أشكال نصنعها من خليط السكر فنحصل على يعني أشكال طيعة. هنا استخدمتها في تزيين لابوش، أيضا استخدمتهما في تزيين الحلويات اللوز كما موضح في الصورة، وأيضا في الحلويات الطاسة الكبيرة وفي الكوكيز وفي الصابلي. سوف نحتاج هنا إلى هذا السجادة أو نسميه التابي الخاص في الأشكال، ومتوفر عند الذين يبيعون مستلزمات الحلويات. هم يبيعون أيضا هذه البودرة الخاصة بتحضير هذا المزيج. بالنسبة للكمية يفضل يعني أن تقرأوا يعني داخل العلبة، فهذا يختلف من منتوج إلى آخر. هنا أنا سوف أستخدم 50 غرام، وأضيف لها من 40 إلى 50 غرام من الماء، ثم أخلط جيدا. بعد ذلك سوف أستخدم الطراب الكهربائي حتى أحصل على يعني خليط لامع تذوب العناصر جيدا. هنا يجب على الخليط أن يكون ثقيل نوعا ما، يعني لا يجب أن يكون خفيف. يعني هنا المقياس 50 لـ50 غرام من البودرة، نحتاج من 40 إلى 45 إلى 50 غرام من الماء. أنا هنا سوف أضيف يعني قليل من الماء، يعني احتجت أن أضيف كمية أكبر، ثم أواصل الخلط إلى أن يصبح متماسك، يعني كأننا نحضر الجلاساج رويال أو الرويال آيسين. هذا الخليط يشبه قليلا، يعني كما قلت يعني لا تلتزموا بهذه المقادير التي أعطي أنا، يعني حاولوا أن تقرأوا ظهر العلبة التي سوف تشترون، لأن هذه المقادير تختلف من بودرة إلى أخرى. هنا أخلط جيدا حتى ينسجم، ثم أقوم بملء الطابي أو سجادة السيليكون. يعني تباع هنا بأشكال وأحجام مختلفة وبزخرفات مختلفة. لم أجد يعني ترجمة للدونتيل، نسميه شبيك بالعربية، أو نذكر فقط الدونتيل، وهو ذلك الشكل يكون عادة في الأتواب، وهنا نستخدمه كزخرفة بعجينة السكر. هنا بواسطة هذه الأداة يمكن أن نستخدم أي أداة، مهم أن تكون يعني متوازية يعني على هذا الشكل ومسطحة جيدا من الجوانب. بعد ذلك سوف أزيل الزوائد. عندما أضع الخليط أحاول أن أملأ جميع الفراغات في جميع الاتجاهات، يعني أدفع في جميع الاتجاهات. هنا سوف أتركه ليجف ربع ساعة، يجف ربع ساعة، بعد ذلك أدخله للفرن مسخن على 70 درجة مدة من 10 إلى 15 دقيقة، يعني ثم أراقب حتى يجف. بعد ذلك أخرجه. يمكنكم أن تضعوه أن تتركوه ليلة كاملة حتى يجف، يعني لا حاجة لإدخاله إلى الفرن. بعد ذلك هنا بحذر يعني أزيل الحبات، يعني عندما ألمسها يجب أن تكون يعني جافة، وأنتبه إلى الفرن يعني لا يتعدى يعني 10 إلى 15 دقيقة، يعني أراقب في كل مرة، لأن إذا جف العجين سوف نحصل على يعني لن نحصل على الدونتيل، سوف يكون قاسي جدا ولن تستطيع يعني التحكم فيه. هنا تلاحظون أنه لين وطيع، يمكن تشكيله كما تفضلون. بعد ذلك بحذر هنا، هذه هي الطريقة المثلى لإزالة الدونتيل، يعني أدفع أقلب السجادة ثم أقوم بإزالة السكر الدونتيل على هذا الشكل. هذا هو شكلها النهائي، حقا شكلها رائع. يمكنكم أن تلونوا الخليط على حسب الرغبة وتستخدموه يعني بألوان مختلفة. أتمنى أن تنال الحصائل شابكم. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clickcook.com، وتجدون وصفات أخرى في الموقع، وأن تشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.